فاول ملوش، انما مد تسلل، مد تسلل ما شافوش، مد على فكره تسلل. كل ده احمد حسن ما شافش ان المساعد رافع ضربة حرة غير مباشرة. أنا جوه الملعب وشايف على فكرة، إنما أحمد حسن هيجري أهو على المساعد بيقول له في إيه، إنما هو كرفها على فكرة شريف صلاح الدين ورايح على أحمد حسن من آخر الدنيا لأنه سجل الهدف. هنشوف اللعبة، وادي جلبرتو الكرة بتتلعب مرة تانية سريعة على حدود المنطقة، وضربة حرة للنادي الأهلي.